والله تعوقت. استرح عليك. مراحب فخامتك هلا. هلا فخامتك. فخامة الرئيس. أه. والله حبيته معالي الوزير. يعني انا هلا اللي عم بسمع الكلام بتمنى انه اشوفها برئيس الجمهورية قريبا. والله وانا كمان. بتصدق اول مره بتقول كلمه بنكون متفقين عليها انا وياك. الحمد لله يا رب. ان شاء الله بوصل على البيت. معاليك كيفك؟ اهلا وسهلا. نورت نورت. اهلا حبيبي. والله انا خايف صراحه مرعوب. يعني حضرتك اسم كبير طبعا وعندك مسيره مشرفه وواصل بالدوله. لو كنت هلا مش معالي الوزير مش مشكله. معاليك حضرتك لما كنت وزير داخليه مرقت باصعب التجارب ومرقت باصعب المواقف وقدرت تقطعهم مثل ما تفضل الاستاذ رودولف من شوي. بس في سر انا عبالي اعرفه. تسمح لي اسلق لك اياه على الهواء؟ تفضل. عم بستاذنك. تفضل تفضل. في ملف فتح الإسلام واللي كان من أخطر الملفات اللي واجهتوها بشمال لبنان ورجعتوا واجهتوها بالجنوب مع أحمد الأسير اللي صار مسدود بالسجن. في كتير قضايا عالقة بعدها عليها علامات استفهام وحضرتك وزير الأسرار اللي ما بعرف أمتى رح تطلع تكشفهم. هل كل الناس اللي تورطت مع أحمد الأسير واليوم هرباني أو مسجوني هي فعلا مدانة؟ ومنهم هيك على سبيل الذكر فضل شاكر. بهمني كثير اعرف رايك. شكرا. ما عليك. اول شيء انا ما فيني اتهم هذا بريء او هذا مش بريء. القضاء اللبناني هو اللي بيتحرك هو اللي بيقرر. هلا بالنسبه لفضل شاكر لانه هو هم وقته فضل شاكر. فضل شاكر انا كنت بتمنى انه يحضر امام المحاكمه ويتحاكم. وما بعتقد انه راح يكون في ظلم تجاهه. اذا كان بريء بينترك، اذا كان مش بريء هو بيقول انه هو بريء وما كان حامي. هو بيقول انه بريء بس وانا ما بقتنع الا لما بيجي على لانه امام القضاء. لما بيجي امام القضاء ساعتها انا بقول وبوقف معه وقت اللي بيسالوه اسئله وما بيبين انه هو له علاقه اكيد بيكون بريء ونحن بنوقف معه. هلا هو بقول انه ما بيستاهل يجي قدام القضاء يوقف لانه حزب الله ما رح يخليه يوقف قدام القضاء. مش مزبوط هالكلام. لا مش مزبوط هالكلام. مش ما هو بيعرف انه مش مزبوط هالكلام. ولو تب 24 عسكري وضابط قتلوا وطلع احمد الاسير ما حدا فل احمد الاسير. طب هو كيف فات لجوا على المخيم؟ ما حدا بيقتل حدا. عميد فعلا كان احمد الاسير قوه ارهابيه او قوه اذا بدك سنيه مسلحه وقفت بوجه المسلحين الشيعه؟ قوه لخلق فتنه طائفيه سنيه شيعيه. وهذا اللي كنت مين مؤلفها؟ هذا اللي كنت رعبتني انا. مين مؤلفها؟ مين الفها هيدي القوه؟ مين عملها؟ مين مولها؟ مين دعمها؟ هلا ماشي الحال. هلا مين مولها؟ من الخارج تمولت. يعني بالنهايه بتعرف انت كان اكبر مصيبه بالنسبه لي انا كوزير داخليه. وكنت حاسس وقدرنا وانا اجتمعت مع الاحزاب كلهم وبالتحديد مع سماحه السيد حسن نصر الله. بقيت انا وياه ثلاث ساعات انا وياه بالاوضه ببيته لنعالج عده المواضيع منه الموضوع احمد الاسير وكمان مع الرئيس بري مع كل الاحزاب انه خلينا نحن نعالج هالموضوع الاجهزه الامنيه لانه مهمته اكبر بكثير ومهمته رايحه نحو الخطر خطر لبنان والشر الكبير يلي بتقسيم البلد. ليك لانه بلشت الحرب بسوريا بدهم اياها تبلش بلبنان. بلشت الطائفيه بسوريا بدهم اياها تبلش بلبنان. ما انتقلت الا على طرابلس تقريبا طائفيه بين سني وبين علوي.